ليلة أمس حل فنان العرب محمد عبده ضيف على وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود ضمن لقاءات ضيف بدر في لقاء مباشر عبر حساب وزير الثقافة الشخصي على إنستغرام. التفاعل مع اللقاء كان بدأ من أول ما تم طبعا الإعلان عنه، والناس وخصوصا جمهور أبو نورة تفاعلوا معه بشكل كبير، والتفاعل وصل حتى منصات أخرى. فعلى تويتر مثلا تصدر هاشتاج محمد عبده ضيف بدر، بس هذا طبعا كله طبيعي، فأي شيء عن أبو نورة أو له علاقة فيه دائما يصير في الصدارة، هذا بكل حيادية يعني. وما في أحلى طبعا من مقاطع من غناء أبو نورة، أترككم معها في نهاية حلقة الخميس، لأعود وألقاكم الأحد إن شاء الله. في أمان الله مشاهدينا. اللي زينا شاهدة وانتم بعيد من وديتك معي، وان سهرت الليلة هو جسمك وعي، هلل اجلاك مدمعي، ان هادي صابري وانت فرحت ناظري، انت هاجي صابري وانت فرحي ناظري، يا قريب ويا بعيد فيك امس وحاضري، يا قريب ويا بعيد فيك امس وحاضري، كل ما نسنس كل ما نسنس من الغر بيها ابو كمل ما سلام، ولا ما احتسيت ولا ما احتسيت، العرب الجنوب عانقر اختلفنا مين مين يحب الثاني اكثر، مين يحب الثاني اكثر، واتفقنا اني كثر اني كثر